أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة الدول النشاء إلى مزيد من التمويل منخفض التكلفة في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم منذ جائحة كورونا واستمرت مع الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي مداخلة خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، قال الرئيس السيسي إن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف مطالبة بمساعدة الدول الناشئة في ظل التحديات التي يشهدها العالم حاليا. اسمحوا لي ان انا بسجل هنا ان هذا الامر محتاج لمزيد مزيد مزيد من التمويل منخفض التكلفه، خاصه في ظل الظروف الاقتصاديه اللي مرت على العالم خلال كوفيد 19 سنتين، وايضا الازمه او تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه. يعني عايز اقول ان في الظروف الاقتصاديه الصعبه ديت اللي بتمر بالعالم كله، يمكن تكون مؤسسه التمويل متعددة الأطراف يعني محتاجة تضخ المزيد من التمويل منخفض التكلفة حتى تساعد الدول اللي هي الاقتصادات الناشئة وحتى الضعيفة في ظل التحديات اللي احنا بنتكلم عليها. بالنسبة طبعا لتعاون البنك مع مصر، انا بسجل برضو تقديري ليه هنا. احنا بنتكلم في محفظة استثمارية تصل للواحد وثلاثة من عشر مليار دولار، والحقيقة بنتطلع للمزيد. وأضاف الرئيس السيسي أن تمويل البنية الأساسية كان ضروريا خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن القطاع الخاص كان شريكا مع الدولة بالعمل بمشاريع البنية التحتية. تجربتنا أن احنا أنفقنا أموال هائلة لبناء بنية أساسية متطورة للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى آفاق ضخمة جدا من التنمية في المجالات المختلفة. كان مسارنا أن احنا قلنا كدولة هي اللي تقوم بهذا الأمر وتوفر التمويل الاستثماري المطلوب، وده احنا مش بنتكلم على مليارات، احنا بنتكلم على تريليونات من الدولارات والجنيهات تم انفاقها خلال الثمان سنوات لبناء هذه البنية الأساسية اللي احنا نقدر نتكلم او نقول بمنتهى التواضع دلوقتي انها بقت متطورة قادرة كافية للانطلاق لمستقبل افضل اقتصاديا. طب هل القطاع الخاص النهاردة كان بعيد عن بناء ده؟ لا، القطاع الخاص كان شغال معانا، هو شركاته اللي قامت بالعمل في هذه المشاريع، لأن كان شركات القطاع العام ما كانتش قادرة أنها تقوم أبدا بإقامة هذه المشروعات اللي احنا بنتكلم فيها، وبالتالي جزء كبير جدا من التمويل أو جزء كبير جدا من الأموال التي أنفقت كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها نصيب ضخم جدا. وبالتالي أنا أتصور أن القطاع الخاص اللي اشتغل معانا، وأنا بتكلم هنا في 5000 شركة تقريبا، لأن معظم المشروعات اللي تم تنفيذها في مصر كانت بواسطة شركات مصرية من القطاع الخاص.